السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، مرحبا بكم متتبعات ومتتبعي قناه ام عثمان زيدات. كي دايرين؟ لاباس عليكم. الصراحه بزاف بزاف الميساجات. ام عثمان، كيفاش كتقدري ديري الشقا والهاء؟ المهم شوفوا البنات، راه كنقول لكم اول حاجه من انا صورت لكم واحد الفيديو، غير ما شفتوش الصراحه، ما شفتوش الفيديو اللي صورت لكم. اول حاجه كنديرها البنات ملي كنفيق هي كنجمع الغطاوات الماناط داكشي اللي نعسو فيه ولادي، هذه هي الحاجه اللي كدير. اما الصالونات راه كيبقاو مقادين تقريبا الاسبوع كله، ما كيدخل حتى شي حد هنايا، قليل واحد البلايصه واحد القنيته اللي كيبركوا فيها هي اللي كنقاد لها، يعني غير مخده كترجع لبلاصتها. اما ماكله وكلشي كاين الفوق صافي. كنوض كنفيق البنات بحالي بحالكم، كنتوضى كنصلي كنغسل وجهي كنطلع نفطر صافي. كنفطر وشوفوا ضروري كنفطر، انا راه ماشي من داك النوع اللي كنقول لكم وراه كنشقى ونقاد الغداء، لا، لان الا ما حليتش عينيا برات ساعتي وكاس ساعتي راه ما كندير حتى شي حاجه، يعني خاصني ضروري ناكل. كنفطر اول حاجه كنديرها كنعجن البنات، كنسبق العجينه كنعجن كان صافي كنعجن كنعجن ما كنعجنش بالعجانه، كنعجن كنديرها في القصريه. عندي واحد الطريقه البنات ديال العجينه ساهله، بلا ما بالمرز كاع ما تحتاج دير العجانه، انا خسرت لي وعادي هاد العجينه، يعني كندير القمح وندير الخميره بلديه وندير شويه الخميره وكنحركهم، يعني كنديهم يجيبو بشويه وكنخليهم يخمروا. ديك الخموريه اللي كتطلع كتساعد على ان العجينه تجي مفشفشه ومدلوكه، يعني صافي كنغطي عليها حتى كتخمر كنعاود نخرج منها الهواء صافي وكنقرصها. حاجه ثانيه هي الا كنت غندير شلاضه ولا شي حاجه اللي غتبرد صافي، او تسيقه وتشطيبه وغسيل الماء عند هذاك الشيء عادي، راه باش نصور لكم هذا الشيء لانكم كلكم تبارك الله عارفكم كل وحده كتعرف كيفاش تشقى صافي. تقريبا الخدمه انا كنخدمها في العشيه، يعني العشيات هما اللي كنخدم فيهم، وبخصوص الليل يعني من 6 الفوق هذيك الوقيته كتكون. دابا مازال دابا ملي باركي وليداتنا راه في اي وقت نقدر نخدم، اما ملي كيكونوا يقراو تقريبا حتى الخمسة العشيه عاده كتكون الوقيته ديال الخدمه ديالي. وبالنسبه للبنات اللي سولوا على الماكينه اللي كنخدم بها، انا كنخدم بالماكينه العاديه، ما كنخدمش الاندستريال، يعني الماكينه اللي فيها السرعه المتحكم فيها، كنخدم بالحنتي باقا ما بدلتش ليها الموتور. انا ان شاء الله غير يحلوا اصحاب بيع اللوازم ديال الخياطه غادي حتى الماكينه الاخرى نديرها باش ما نلقاش المشكل ديال الصداع ديال الماكينه، لان كيف ما قلت لكم البنات ملي كتركبوا داك الموتور الصامت يعني كتفاداو الصوت ديال الماكينه ما كيتسمعش، ما كتبقاش تسمع. قلت لكم كيكون راجلي وليداتي باركين حدايا في البيت اللي حدايا وكيتفرجوا عادي، يعني كيسمعوا الصوت ديال التلفازه، علاش؟ حيت الماكينه ما فيهاش الصداع. هذه باقا عندي انا ما فيهاش الموتور المتحكم فيه ولا الموتور انتغري ولا الاندستريال، غير نركبوا ليها ان شاء الله ونبدا نخدم بها بشكل عادي ان شاء الله. غادي ننزل الخيوطه للمحل واحد يومين او لا بعد غدا غننزل الخيوطه للمحل وغنبدا نقاد في المسائل الخاصه بالمحل ان شاء الله، وغادي نركب السميه البانو ديال السميه ديال المحل باش ان شاء الله كيف تيسر الامور وتتقاد الامور نديروا الافتتاح ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق. دابا البنات تقريبا درت الكسكروط الوليدات السالو وغنطلع نخدم، ويلا معايا نبداو الدرس اليوم اللي كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. البنات كنقول لكم هذا البلايص هنا يعني في هنا الدار تحت كتبقى ديما انقيه ديما مطرفه، يعني فين كيكون عندي الشقه هو الفوق، يعني الشقا والروينه كلها كتبقى الفوق. يلا معايا نبداو ان شاء الله اول درس اليوم. غندير لكم الخطفه، المهم الرشمه زوينه، انا باقا ما عرفتش واش غندير فيها الخطفه، ما عرفتش واش غندير لكم الخطفه ولا شنو غندير لكم، المهم الرشمه راني مصايباها وحاطاها. يلا معايا باش نشوف ان شاء الله اشنو غنخدم واشنو غندير. باي باي ياسمين. بالنسبه للحصه ديال اليوم البنات غتكون هي هاد الورده اللي امام الشاشه ديالكم، غتكون بالخطفه طبيعه الحال، الخطفه بجوج الالوان. المهم تبعوا معايا ان شاء الله حتى تشوفوا الطريقه كيفاش غطلع الرشمه، وغنبداو بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه غنبدا بها هي الورده، غنبدا بسم الله وعلى بركه الله تطبيق ديال الورده اللي كنتمنى من الله توصلكم الطريقه باش كنخدم. شوفوا معايا بحال هاد الاشكال البنات، يعني كنحاول كنطلع وكان بحال مره كنطلع مره كنزل باش كتعطينا الشكل ديال الورده بهذا الشكل هكا. شوفوا معايا انا طلعت وهنايا غنزل
وانا غنعاود نرجع نطلع. باش كتعطينا الشكل ديال الورده بهذا الشكل هكا، بهذا الشكل هكا. نطلع شويه كنبقى خدامه كيف ما شفتوا حتى كنرجع للمركز الاول من بديت، كنبقى دايره حتى كنرجع للبصل الاولى من بديت. غنبدل الخيط، غنجي هنا غنخدم البنات الوريقات، انا غنخدم الوريقات بسم الله. اختارت لكم هذا البوزيسيون ديال الكاميرا باش تشوفوني الطريقه كيفاش كيفاش كنخدم. شوفوني كيفاش كنخدم، يعني كنحاول ما نطلعش فوق الورده اللي هنايا، يعني نحاول ما نطلعش فوق الورده اللي حدايا. غنخدم هذا الشكل هذا، شفتوا؟ يعني كنحاول نجيبها لها على سقا عليها بحال هكا، بحال هذا الشكل هكا يا هنايا البنات. غنكمل غنبدل اللون، انا يعني بغيت رشيمه يجوني فيها الالوان باش تجيني باللوينات. هنا غنخدم هاد الاشكال، شوفوا معايا الطريقه باش غنخدمهم. يعني كنوصل هنايا، يعني كنضرب في البلاصه ديالي وكنبدا ندور المرمى. شوفوا معايا البنات، كنضرب ثاني هنا في الراس وكنبدا ندور في المرمى. شوفوا معايا باش كتعطيني هذا الشكل هذا اللي شفتو. انا غنعاود لكم هذه هنا راه كان البنات ملي كنبدا نخدم راه كندير العراض على الحد ديالو. شوفوا معايا ملي كنضرب هكا كنبقى نضرب في هذا البلاصه هنا الوسط، راه كتبان لكم البنات كنبقى نضرب هنا وكندور المرمى. شوفوا معايا كنوصل للراس كنبقى نضرب في البلاصه ديالي وكندور المرمى بهذه الطريقه، وايدي ثقيله في الخدمه. باش كتعطيني الوريقه بهذه الجماليه وبهذا الشكل هذا، غندير ثاني هنا غنخدم وريقات عادي. شوفوا معايا البنات، يعني هنا راه دايره العراض على العرض ديالو على الحد ديالو. شوفوا كنوصل هنا كنبدا نضرب في البلاصه ديالي وكندور المرمى. وكون ما كانت الخدمه عامره البنات كون ما كتبان راقيه جدا. شوفوا معايا يعني كنخدم عادي، كنوصل هنا كنضرب في البلاصه ديالي وكندور المرمى. يعني شفتوا الوريقات كيف جاوا البنات، هنا راه المهم راه باينين واضحين. بقى لي لون اخر هو لون الكري، يعني هاد الالوان راه كيتواتوا مع بعضهم البعض، يعني جاوا مع بعضياتهم كيف ما كنقولوا تواتوا مع بعضياتهم.
كنضرب في الباصه ديالي وكنبدا ندور المرمى. اليوم البنات كنصور لكم خرجت الماكينه للسطح، حسيت براسي تصهت. سمع كاين عندي ديك البصل اللي فين كنخدم مسقفه غير بالقصدير، ما مسقفاش بالسميتو بالضاله، وكتعرفوا كيجي بالصهد. هو خرجها للسطح، وليت كنخدم في السطح جاني مبرد. شوفوا الالوان كيف جاوا مع بعضياتهم، يعني هاد الالوان بثلاثه ولا باربعه جاوا تواتوا مع بعضياتهم. غندير هنا كنضرب هنا وكنضرب في الجل في الوسط وكندور المرمى. الحاجه المهمه هو كنبقى نضرب في الوسط ديال الوريقه وايدي كدور المرمى. بطبيعة الحال العراض راه كيكون على العرض ديالو. هنا شوفوا معايا، هنا غنخدم على شكل دقه. هنا بحال غنخدم مثلثات، بحال غنخدم مثلثات ب كنخدم دقه، كنخدم دقة حدا دقة بهذا الشكل هذا. غنبدل اللون ورجع معاكم. هنا البنات بدلت اللون وغنجي هنا وسط هاد المثلثات. معايا وسط هاد المثلثات خدمت بحال 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 وريضه، بحال بحال الورده ديك اللي كنخدموها دايره وحده منها. شوفوا معايا، شوفوا معايا، كندور المرمى باش كنرجع للمركز هنا فين 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 من بديت. هنا كذلك حتى هنا غندير نفس 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 الشيء. هنايا شوفوا معايا، شوفوا شوف كيف كيجي الشكل ديالها. شوفوا البنات كندور كندور وكنبقى نضرب في الوسط، يعني ما نحاول ما نمش هاد كنخدم بينات هاد المثلث بين هاد الفي هادي. شوفوا المرمى راه كندورها البنات باش كتعطيني هاد الشكيل بهاد الطريقه هكا. صافي غنخدم هادي هنا، بغيت نقول لكم البنات الرباطي راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، والله ما صعيبه البنات. الا درتو بالكم معاه وبغيتو تعلموا ليه والله ما صعيب، يعني راه بسيطه اي وحده تعلم رباطي غير من دارها، غير خاص شويه الاجتهاد. هذا الشيء اللي خاص، يعني غيبقى لي اخر حاجه غنخدمها هو هاد العريقات. يدوسهم رقيقي بزاف.
دوزت العريق الوسطاني كيف ما شفتوا بالخياطه، كيف ما غندير هنايا يعني خط رخيو يعني دوز خطيه رقيق وكنزيد الجناب ديالو كندوز حتى الخياطه. صافي وهكا غنكون ساليت الرشيمه ديالي، غادي نضيف لها واحد الوريده هنايا ونخليكم ان شاء الله مع الشكل الاخير ديال الرشمه.